السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب إبراهيم سليم الجهني، وراح أشرح سؤال 24 من شابتر 4. السؤال: If a resistor is to carry 2 ampere of current and handle 100 watt of the power, how many ohms must it be؟ روح السؤال للجواب. المعطيات هو الكرنت 2 أمبير والباور 100 واط، والمطلوب بجهده هو الريزيستر بوحدة الأوم. نستخدم قانون الباور، طبعا مدام معطينا فمعطينا الكرنت ومعطينا الباور قيمة الباور، فنستخدم آلة حاسبة لتوفير الوقت. 100 واط ألفا سولف يطلع من هذا 2 تربيع ضرب ألفا إكس بحكم أنه تغير واحد، ونضغط شيب سولف والناتج يكون 25 أوم. يعطيكم العافية.